بعدين اقترحت عليه، عجبني الفيلم، الفكره، عجبتني الفكره، وقريت الورق، الفيلم عجبني، هو شرحه لي. هو كان عايزني ارقص وعايزني في دور، فانا اقترحت عليه اقتراح، قلت له ايه رايك، طيب انا حابه ان انا اغني في الفيلم وارقص فيه الاثنين مع بعض، يعني اصلا ان هو ما يعرفش صوتي، صوتي كويس قوي. قال لي خلاص اوكي، شوفي انت تقدري تقدمي ايه للفيلم، وانا معاك من خلال قراءتي للرواية بتاعت الفيلم. كنت عايزة اكتب اغنية بكلماتك؟ اغنية كلماتك؟ حلو. كنت عايزه اكتب او يعني الاغنيه اللي تتغنى، بس هو اللفظ شويه جريئه، احي احي ولا مش جاي ولا انت كده؟ هي الاغنيه مش كلها كلمات، هي المطلع يعني جزء من كلماتي، وفي كاتب مكمل الكلام. لكن هي يعني المطلع هو تستيد على ايه، بلانيلا تستيد، حوشي حوشي يانينا، ده انا مستوحاه من قصه الفيلم، اللي هو الراجل المزدوج الشخصيه والمريض نفسيا، اللي هو في البيت عامل سيد، وبره البيت ممكن اي بنت تلعب. خدت الكلمات ورحت له وقلت له ايه رايك في الفكره وكده، انبسط منها قوي وقال لي اوكي يلا بينا ننفذ. الاغنيه لحن وائل عقيد، هو اللي عمل موسيقى تصويرية للفيلم كمان. عملنا الأغنية. هي كلمات مين؟ كلماتي أنا وحد تاني. اسمه إيهام إيه؟ اسمه ده مش عارفة. شيبان، خالد الشيبان. مش فاكرة. بعدين عملنا الأغنية وطلعت. طيب فكرة كلمتك تمثلت مين؟ يعني أنا كنت عايزة فكرتك؟ يعني فكرتي انا والستايلات بتاعتي عنا مع بعض، انا عايزه اعمل حاجه جديده، بدله جديده، مش بدله تقليديه. فجالي فكره الكفوف دي، فقلنا يلا اوكي نعملها. انت بتعمليها كان في بالك حاجه؟ يعني ايه في بالي حاجه؟ يعني انت بتعملي فكره الكفه على البنطلون، كان في بالك ان انت تعملي رمز حاجه معينه؟ لا ليه دلاله، ولا هي جت بايلك كده بالصدفه؟ لا ملوش اي دلاله، ده كف ايد مش شعار، في فرق. ده مجرد كف عادي. بس ممكن كان قصدك ده يعني مجرد حاجة ملفتة بس مش أكتر. التجربة في السينما كانت، كنت حاسة انه ممكن لما تنزل البرومو يعمل جدل الفيلم كده ويتعامل للكبار فقط، وكمان الأغنية بتاعتك تعمل صدى كده وشو، ومن اول يوم تقريبا نزل على اليوتيوب والاغنيه عامله قلق وعامله بتاع، وجرأتها وطريقه رقصك برضو مثيره وغريبه شويه. هو الفيلم انا اول ما قراته، الروايه بتاعته اللي هي بتناقش الماسلوشيه والساديه، انا حبيت الفكره دي جدا، وقلت ان هي من الطبيعي انها تعمل جدل، لاني مش اي حد يتكلم عن يعني المشكلتين دول او يدخل قوي في المواضيع دي، يعني نادر، فطبيعي ان هو الفيلم يعمل جدل بسبب الكلام ده. ولا لا، ولا انت شفتش البرومو؟ لا شفته طبعا. لا البرومو عادي، يعني هو اصلا بيناقش حاجه معينه، فلازم يعرضها في البرومو علشان نعرف احنا داخلين نتفرج على ايه. بس طيب شاكيرة أجنبية. اسمك الحقيقي؟ مش عايزة؟ فأنا كنت، أنا كان ليا اسم غير شاكيرة. بعدين قعد لما جيت أرقص في الأول خالص، احترفت الرقص الشرقي، كنت بأرقص يعني كانوا بيشوفوني زي شاكيرة الأجنبية، فأطلقوا عليا شاكيرة مصر، شاكيرة مصر، شاكيرة مصر، فأصبح ده الاسم ده مخترم ليا، فبقى اسمي شاكيرة. زي أول حفلة رقصت فيها، أول حاجة
يعني جت منين؟ جت منين اصلا يعني؟ من القاهرة. اول حاجة خالص وانا طفلة كنت بلعب جمباز. دراستك ايه؟ دراستي لسان اداب قسم الماني. حتى العب جمباز من وانا طفلة عادي. بعدين لما كبرت دخلت فرقة رضا عند استاذ محمود رضا. قعدت فيها فترة، تعلمت الباليه وتعلمت الفنون الشعبية، بعدين دخلت مودرن دانس مع مصمم الاستعراض وليد عون في الأوبرا. برضو درست باليه ومودرن دانس وحاجات كده، وبعدين دخلت القومية برضو. وفي النص دخلت ورشة تنفيذ. يعني انا بحب الفنون بشكل عام، فطول ما انا موجودة طول ما انا بدرس حاجة هنا. تعتبر نفسك امتداد لدينا لانها برضو خريجة لسان اداب متعلمة خريجة الجامعة وخريجة فهمي، يعني قليلين اول رقصات اللي هم بيعملوا عندهم شهادات، او يعني هتلاقي فريدة فهمي، هتلاقي دينا، اعتقد هم دول بس اللي هم معاهم شهادات جامعية يعني، غير كده فيفي او هندية او طفر، كل المسميات كل الرقصات اللي مروا على تاريخ مصر ما كانوش امتداد لدينا، ولا شايف نفسك في حتة تانية؟ لا، هي دينا حالة طبعا منفردة، هي تألقت بالرقص الشرقي ولغاية دلوقتي. لكن اعتقد ان انا يعني داخلة في سكة تانية. يعني انا حابة قوي الغنى مع التمثيل مع الرقص، يعني التلاتة مع بعض. كله بيقول انت بتحلم ان انت تبقي شرهان الجديد. لا، هو اي بنت صغيرة بتتفرج على شريهان وسعاد حسني ونيلي بيحلموا ان هما يكونوا زيهم. بس فانا بعمل اللي عليا وربنا بقى يوفق. بحب رقص نعيمة عاكف، بحب رقص كيكي، بحب سامية جمال، بحب فيفي عبده. الاقرب لقلبك مين؟ نعيمة عاكف. اشمعنى نعيمة عاكف؟ بحس انها عامله زي الفراشة، بحس انها فنانة شاملة بترقص. مثلك الاعلى؟ اكيد. انت شايفة ان هو ده مثلك الاعلى في الرقص وفي التمثيل وفي الغنى؟ كنت عايز اسالك سؤال تاني، صوفي نار شايفاها ازاي؟ صوفي نار فنانة بترقص. بيعجبك رقصها؟ انت شايفه ان انت برضو هترجعي فكره الرقص الشرقي لانها كمان مش مصريه، فانت شايفه ان انت برضو لان انت مصريه ممكن يعني احنا عنصريين قوي في الجنسيه بالذات؟ لا احنا مش عنصريين ولا حاجة. الفن مفتوح لينا كلنا. مدام حد فنان ايا كان، اصل الرقص ده مش معبر باللغة. يعني هي بترقص بتعين حدش حاسس انها اجنبية غير لما اتشهرت وعرفنا. يعني هي صرحت انها ارمانية او روسية، يعني طبعا هي مش مصرية. لكن الفن مفتوح لكل الناس. ما كلمتنيش عن نفسك شويه، يعني كلميني عن 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 اول حفله، عن اول اجر، يعني الحاجات اللي هي دي. يعني انت بسم الله ما شاء الله طالعه، يعني فيك خفه دم وبتعرف ترقصي وعندك كاريزما وعندك حضور وعندك حاجات كويسه. كنت عايز اتكلم شويه عن البدايات والصعوبات كمان، لان انت برضه دارسه، مش الحكايه مجرد ان انت الرقص يعني هوايه وما تعلمتيش، انما دخلت فريق رضا ودخلت مودرن دانس ويعني حاجات تانية. انا قلت ان انا كنت بلعب جمباز، وبعدين دخلت فرقه رضا. فرقه رضا تعينت فيها، بس مش تعينت، يعني تعينت حاجه اسمها عقد كده زي الموظف. طبعا الاجر فرقة رضا حكومية، فاجر الفرقة انا موظفة حكومية، فالاجر كان قليل قوي، تقريبا 500 جنيه في الشهر. دول ما كانوش بيكفوا ولا مواصلات ولا كيس شيبسي ولا اي حاجة، باخد من بابا مصروفي واكمل علشان اقدر اروح، لاني كنت كمان وانا في فرقة رضا كنت بدرس.
لان دخلتها صغيره. عندك كام؟ عندي 25. كان عندك كام لما دخلت؟ لما دخلت الفرقه كان عندي 19. فكنت صغيره ف دخلت فرقه الرضا، انبسطت فيها واستمتعت، تعلمت الفنون الشعبيه والباليه، وكانت دي اول خطوه. بعدين توالى انت خريج الجامعه، باباك ما اعترضش ان انت تبقي تخصها؟ بابا كان حابب انها تكون هوايه مصاحبه للدراسه بتاعتي او للشغل، يعني شغلي من خلال الدراسه، هو مثلا شغال في الترجمه، في التدريس، على حسب الشهاده بتاعتي. لكن ما كانش يحب انها تكون مهنتي الاساسيه، كانت ممكن تكون هوايه. بس انا حسيت اني صاحب بالين كذاب، وانا حسيت اني ان انا ممكن اطور نفسي في الرقص اكتر واديله كل وقت، ده هيبسطني اكتر. في الاول كانوا معترضين طبعا، انا بقعدت اقنعهم وقلت لهم اني رقص كل حياتي، فتأقلموا في الاخر. وافقوا اللي هيتعرض عليا الفترة اللي جاية، وانا اللي اشوفه مناسب وكويس اشتغل. طيب اهم انك تمثلي وترقصي في الفيلم ده، انت كنت عايزة تعيدي امجاد نعيمة عاتل بانها مثلك الاعلى ان انت ترقصي وتغني وتعملي؟ ليه لا؟ عندك انت الطموح. حد من الفنانين؟ قالوا لي كل حد شبه شبه كذا شبه كذا عادي. انت شايفه نفسك شبه مين؟ انا شبه شاكيرا. شبه نفسي. مفيش حد. انت قريبه قوي من اروى جوده الممثله، بس مش اروى. عارفه اروى؟ لا. خليتها سواء وصوت ممثله بالشكل. في حاجه تانية عايزه تقوليها عن الفيلم، عن الرقص، عن مفيش اي حاجه؟